استيقظ أطلس في علية منزل مهجور. حاول إيجاد مخرج من المنزل، لكن كل ما وجده كان غرفة بثلاثة أبواب، كل باب يخفي خطرا مختلفا. كانت نوافذ وأرضية الغرفة خلف الباب الأول مصنوعة بالكامل من العدسة المكبرة، مما يعني أن ضوء الشمس يحرق أي شخص يدخل. كان الباب الثاني يخفي غرفة مليئة بالغاز السام، وخلف الباب الثالث كان هناك أسد جائع. أي باب يجب على أطلس أن يختار للهروب؟ ينبغي عليه انتظار حلول الليل ثم المرور عبر الباب الأول. سحبت سارة عن طريق الخطأ رافعة في مختبر علمي وأطلقت سراح مجموعة من الزومبي المتحولين. كان هناك 4 أشخاص بالداخل، وكان عليهم الهروب قبل أن يلحق بهم الزومبي. كان لديهم 17 دقيقة لعبور الجسر. كانت سارة الأسرع، حيث يمكنها عبوره في 1 دقيقة. يمكن لمساعد المختبر دون الوصول إلى الجانب الآخر في 2، لكن عامل النظافة والأستاذ احتاجا إلى 15 دقائق لعبور الجسر. كيف يمكنهم الوصول إلى الجانب الآخر إذا كان الجسر لا يتسع إلا لشخصين في كل مرة، وكل مجموعة بحاجة إلى حمل الفانوس الوحيد الذي لديهم لإضاءة الطريق؟ هكذا ستسير الأمور. تعبر سارة ودون الجسر أولا حاملين الفانوس، يستغرق الأمر 2، ثم تعود سارة حاملة الفانوس وتسلم الفانوس للأستاذ والبواب، ويعبران الجسر معا في 10 دقائق، أي 13 دقيقة. يمسك دون بالفانوس ويسرع عبر الجسر لمساعدة سارة في العبور. يستغرق الأمر 2 للوصول إليها، ثم يحتاجان إلى 2 للعودة، فيصل دون وسارة بأمان في الوقت المناسب لقطع الحبل. ذات مساء اتصلت بيث بالشرطة للإبلاغ عن جريمة. أخبرت الضابط أنها تعرضت للسرقة للتو وطلبت من الشرطة الحضور إلى منزلها على الفور. عندما وصل رجال الشرطة إلى منزل بيث، وجدوها مقيدة على كرسي في منتصف غرفة المعيشة. سألوها عما حدث، فأخبرتهم أن رجلا ملثما اقتحم منزلها وسرق كل أموالها وربطها بالكرسي. ألقت الشرطة القبض على بيث على الفور بتهمة الإبلاغ الخاطئ. لماذا؟ لأنها لو كانت مقيدة لما كانت لتتمكن من الاتصال بالشرطة. على الأرجح أنها اختلقت الأمر برمته. أخبرت سيدني والدتها أن فريق الجمباز الخاص بها سيذهب إلى معسكر رياضي في عطلة نهاية الأسبوع، وطلبت من والدتها مساعدتها في حزم حقيبة للرحلة. حزمت والدتها كل ما اعتقدت أن ابنتها ستحتاجه. عندما عادت سيدني، أخبرت والدتها بكل شيء عن الرحلة، ولكن في مرحلة ما أثناء المحادثة سألت لماذا لم تضع والدتها فرشاة أسنان في الحقيبة. فعرفت الأم على الفور أن سيدني تكذب بشأن المكان الذي كانت فيه حقا في تلك العطلة. كيف اكتشفت ذلك؟ لأن والدة سيدني وضعت فرشاة أسنان في حقيبتها بالفعل، لكنها وضعتها تحت ملابس الجمباز الخاصة بسيدني. لو كانت سيدني قد ذهبت إلى المخيم حقا، لكانت قد استخدمت الملابس ووجدت فرشاة الأسنان. لا تستطيع سوزان أن تتذكر من هو زوجها. هل يمكنك مساعدتها في معرفة ذلك؟ حسناً، لابد أنه الرجل الموجود على اليسار. انظر، إنهما يرتديان خاتمين متطابقين. اكتشفت كيمبرلي 3 حقائب في علية قديمة، وكانت هناك أيضاً ملاحظة تقول إنه يوجد 1,000,000 دولار داخل إحدى الحقائب.
وأضافت أيضا أن الحقيبتين الأخريين فارغتان. لم يكن لدى كيمبرلي سوى فرصة واحدة لمعرفة الحقيبة التي تحتوي على النقود، وكانت رسالة واحدة فقط من الرسائل المكتوبة على الحقائب صحيحة. على الحقيبة الأولى كتب: النقود ليست هنا. وعلى الحقيبة الثانية كتب: النقود ليست هنا. وكتب على الحقيبة الأخيرة: النقود موجودة في الحقيبة الثانية. إذا كنت كيمبرلي فأي حقيبة ستختار؟ يجب عليك اختيار الحقيبة الأولى، فإذا كانت إحدى العبارات صحيحة فلا يمكن وضع النقود في الحقيبة الثانية أو الثالثة. طلب بن من رئيسه بعض الوقت للإجازة. أراد الذهاب في رحلة استكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية. سمح له رئيسه بالذهاب بشرط واحد، كان على بن أن يرسل له صورا كل يوم، وهذا ما فعله بن. أرسل إلى رئيسه العديد من الصور المختلفة لمغامرته الجليدية، وفي أول يوم لبن في العمل طرده رئيسه قائلا إن بن كذب عليه ولم يذهب إلى القارة القطبية الجنوبية أبدا. كيف عرف الرئيس؟ ألق نظرة فاحصة على هذه الصور. لا توجد أشجار نخيل في القارة القطبية الجنوبية، أليس كذلك؟ يبدو أن بن ذهب إلى شاطئ البحر ونسي إزالة أشجار النخيل من صوره. عادت بيكا بعد إجازة لمدة أسبوعين في مصر. أثناء رحلتها اشترت زمردة جميلة وأرادت إظهارها لبعض أصدقائها. أقامت حفلة لأقرب أصدقائها فقط، ولكن في اليوم التالي لاحظت أن الزمردة اختفت. اتصلت بيكا على الفور بمحقق وطلبت منه مساعدتها في العثور على اللص. أظهرت له بعض الصور التي التقطتها في الليلة السابقة. ألقى المحقق نظرة سريعة على الصور وأدرك على الفور من فعل ذلك. ألقي نظرة على هذه الصور، كيف عثر المحقق على الجاني؟ انظر إلى تلك الفتاة التي ترتدي قبعة. في الواحدة صباحا تكون قبعتها مسطحة، ولكن في الثانية صباحا تصبح قبعتها مدببة فجأة وتحاكي بشكل غريب شكل الزمرد. لابد أنها سارقة. في إحدى الأمسيات الممطرة كان ديلان يقود سيارته عائدا إلى منزله. مر بمحطة للحافلات، طلب منه 3 أشخاص واقفين هناك الركوب معه. لم يكن لدى ديلان سوى مقعد واحد في سيارته ليعرضه على الآخرين، لكنه كان يرغب حقا في مساعدة كل هؤلاء الأشخاص. كان هناك سيدة مسنة تبدو وكأنها تتجمد من البرد، وطبيب يدعي أنه بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لحضور موعد عاجل، وهناك أيضا المرأة التي يحبها ديلان. ماذا ينبغي أن يفعل ديلان لمساعدة الجميع؟ يمكن لديلان أن يعرض على الطبيب استعارة سيارته، ولكن يجب عليه أيضا أن يطلب منه توصيل السيدة المسنة إلى منزلها أولا. أما بالنسبة لديلان نفسه فيمكنه الانتظار في محطة الحافلات مع الفتاة التي يحبها حتى يعود الطبيب ويعيد سيارته. كانت ليلي مديرة متجر لبيع ملابس الرجال. كانت تتجول في المتجر عندما لاحظت أن بنطالا أخضر باهظ الثمن مفقود. ذهبت إلى غرف القياس للتحقق مما إذا كان شخص ما قد ترك البنطال هناك، وبدلا من ذلك رأت 3 رجال يستعدون لمغادرة المتجر. فهمت ليلي على الفور من سرق البنطال. ألقي نظرة على هذه الصورة وتحقق مما إذا كان بإمكانك معرفة أي رجل هو اللص. إنه الرجل الموجود على اليمين، يرتدي بنطالا أسود، لكن يمكنك رؤية شيء أخضر يطل من تحت ساقي بنطاله. لابد أنه يرتدي البنطال المسروق تحت بنطاله. كان جوش يتجول في الغابة ليلا وصادف قلعة قديمة.
وبعد فترة وجيزة التقى بثلاثة أشخاص يرتدون عباءات، وعندما سألهم جوش من هم أجابوا أنهم اثنان من المستذئبين ومصاص دماء واحد. أخبر الثلاثة جوش أنه اتخذ قرارا سيئا عندما دخل القلعة، وقالوا أيضا أنهم لن يسمحوا له بالمغادرة إلا إذا تفوق عليهم جوش بذكائه. كان على جوش أن يخمن من منهم مصاص الدماء. سمح له بطرح سؤال واحد فقط على كل منهم، ولا يمكن أن يكون هل أنت مصاص دماء؟ بعد بضع دقائق من التفكير سأل جوش ما لون عينيك؟ فخمن من هو مصاص الدماء وسمح له بمغادرة القلعة. لماذا سأل هذا وكيف ساعده هذا السؤال؟ لا ينعكس مصاص الدماء في المرايا ولا يظهرون في الصور، لذا فمن المحتمل أن مصاص الدماء لا يعرفون لون عيونهم. تخيل أنك عميل خاص تقود سيارتك الفارهة بسرعة كبيرة في طريق سريع من أربع حارات، عليك أن تصل إلى المنزل بأقصى سرعة، لهذا تخترق كل قوانين المرور وتتجاوز الإشارة الحمراء، فتبدأ الشرطة بمطاردتك مما يدفعك لزيادة سرعتك، وأخيرا تصل إلى الحي الذي تسكنه فإذ بمنزلك يحترق. تسرع إلى الداخل لترى النيران في كل مكان. أمامك الآن بابان يؤدي أحدهما إلى خزنة تحتوي على وثائق سرية بالغة الأهمية، ويقود الباب الثاني إلى حقيبة فيها ملايين الدولارات. لديك القليل من الوقت لتختار ما عليك إنقاذه. تأخذ الحقيبة المليئة بالنقود. بما أن الخزنة مقاومة للحريق ستظل الوثائق السرية بأمان. تخرج من المنزل وتنتظر إخماد النيران. تتوقف سيارة الشرطة أمام المنزل ويهمون بالقبض عليك في البداية بتهمة القيادة المتهورة، لكنهم لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنك عميل خاص، أتذكر؟ تتجه الآن إلى مكتبك الذي يقع في قاعدة سرية خارج المدينة، وهناك تلتقي بمديرتك التي تخبرك بأنها ستطردك من العمل لفشلك في مهمتك الأخيرة، لكن بما أنك على علاقة طيبة مع المديرة تمنحك فرصة اختيار طريقة رسمية للفصل، كأن يكون إنهاء العمل وفقا لرغبتك الخاصة أو نتيجة تشويه صورة الشركة أو أي شيء آخر. ما الذي ستختاره للبقاء في الشركة لأطول فترة ممكنة؟ أخبرهم برغبتك بترك العمل عند وصولك إلى سن التقاعد، لكنك تدرك في المساء وأنت جالس في منزلك أنك سئمت من العمل كعميل خاص، لذا تقرر اختيار وظيفة هادئة. وبما أنك تحب نحت الخشب منذ الصغر، تهم بالبحث على شبكة الإنترنت عن مصانع أثاث في المدينة، فلا تجد سوى اثنين منها. تتجه للمصنع الأول للقاء المدير، فتجده تعيسا والأثاث في غاية السوء. تتجه في اليوم التالي إلى مكتب مدير المصنع الثاني، فترى أثاثا جميلا ومديرا في غاية اللطف. عليك اختيار المصنع الذي تود العمل فيه، فكر جيدا. لا شك أن عليك اختيار المصنع الثاني، الأثاث جميل والمدير لطيف، هل كنت تظنه سؤالا ماكرا؟ تخرج بعد انتهاء المقابلة متجها إلى المنزل وتقرر زيارة محل لبيع الزهور لشراء نبتة منزلية. وأثناء تجولك في المدينة ترى مبنيين، يبدو الأول جميلا وأنيقا بجدران مطلية برسوم الورود الجميلة، وفوق المدخل لافتة مضيئة لكنه يفتقر إلى النوافذ. أما المبنى الثاني فهو قديم وطلاء بابه بحالة مزرية وبعض نوافذه مكسورة. إلى أين ستتجه لشراء الأزهار؟ ستختار التوجه للمبنى القديم حيث يدخل ضوء الشمس من خلال النوافذ، وهو شيء ضروري لنمو النباتات.
عند دخولك إلى البناء ترى أمامك 3 أبواب، رسم على الأول صورة لمستذئب، وعلى الثاني صورة لمصاص دماء، وعلى الثالث صورة لرجل يحمل منشارا. أي غرفة ستختار؟ غرفة واحدة فقط تشكل خطرا حقيقيا. من غير الممكن أن يكون هناك مستذئب لأن القمر لم يكتمل بعد. أما مصاص الدماء فهو يخشى ضوء الشمس وجميع النوافذ مفتوحة، لهذا سيكون من الآمن الدخول من هذين البابين. تشتري النبتة المنزلية وتغادر المكان متجها إلى مركز البلدة، وهناك ترى 7 أشخاص يبدون عاديين، لكن يراودك شعور غريب تجاه البعض منهم. اعثر على المشبوهين من بينهم. يقرأ هذا الرجل جريدة لكنه يحملها بالمقلوب، مما يعني أنه يراقبك سرا. وتحمل هذه الفتاة جهاز إرسال لاسلكيا وتخفي هوائيا وراء ظهرها، فيما تبدو هذه السيدة العجوز التي تضع نظارات شمسية كأنها تطعم الحمام، لكن وميضا يصدر عن نظاراتها، أي أنها تخفي كاميرا لتسجيل الفيديو. تلقي بالنبتة أرضا وتهرب من المكان لتختبئ في أحد الأزقة، وهناك ترى مبنى من الطوب على جداره ملصقات بصور 3 فتيات. الفتاة الأولى اسمها أريكا وتعيش في أمريكا، والفتاة الثانية اسمها نادين وتعيش في الأرجنتين. لكن أين تعيش أوليفيا؟ الإجابة الصحيحة هي بوليفيا. تستقل الحافلة متجها إلى منزلك السري الذي لا يعرف أحد شيئا عنه، ثم تنزل عند محطة الحافلات وتصعد التل. ترى 3 جسور تعبر النهر، ويقف عدد من الأشخاص على الجانب الآخر لكل جسر منها. يريد أحدهم إلقاء القبض عليك، لكن أي واحد فيهم؟ إنه ذاك الرجل، لقد رأيته من قبل، إنه الرجل الذي كان يقرأ الجريدة. وأخيرا تعبر الجسر وتصل إلى منزلك. إنه مبنى ضخم دائري الشكل بغرف مستديرة. تتجه إلى غرفة المعيشة فترى مرآة مكسورة. كان يفترض بالخادمة والبستاني والطاهي القدوم إلى المنزل اليوم. يخبرك الطاهي أنه لم يدخل المنزل اليوم، ويقول البستاني أنه كان يقص الأزهار في الخارج، وتقول الخادمة أنها كانت تنظف الزوايا في غرف الطابق العلوي ولم تكسر المرآة. من ستصدق من بينهم؟ قالت الخادمة بأنها كانت تنظف الزوايا، لكن المنزل مستدير ولا زوايا فيه. لكنها قالت تلك الكلمة على سبيل الاستعارة ليس إلا. لقد كانت تنظف المنزل فعلا، لكن هل ترى ذاك القدر في المطبخ؟ يصدر عنه بخار خفيف. هذا يعني أن الطاهي دخل المنزل فعلا وكذب بشأن ذلك، مما يعني أنه الذي كسر المرآة. تغادر المنزل وتستقل سيارتك السريعة والجديدة وتخرج لقيادتها على طريق فارغ بسرعة منخفضة، حينها تلاحظ عدم وجود دواسة فرامل في السيارة. في نهاية الطريق منحدر، وبإمكانك القفز من السيارة لكنك لا تريد التخلي عنها. لحسن الحظ لا يزال أمامك متسع من الوقت للتفكير، كيف يمكنك تخفيف سرعة السيارة؟ ما زالت السيارة تتحرك لأن قدمك على دواسة البنزين. ارفع قدمك عن الدواسة وستتباطأ السيارة وتتوقف. تغادر السيارة جائعا وتتجه إلى مطعم يقدم البوفيه المفتوح. تقترب من الطاولة فترى الفراولة والتوت والموز والتفاح، لكن نوعا من هذه الفواكه غير طازج. أي نوع؟ جميع أطباق الفاكهة فارغة تقريبا باستثناء طبق الفراولة، هناك الكثير منها، ربما تجنبها الناس لأنها غير طازجة.
بعد الانتهاء من الأكل تتجه للتنزه على الشاطئ، وهناك ترى شخصين غريبين يتبعانك، مما يدفعك للسير بسرعة أكبر. وأخيراً تتمكن من الاختباء خلف قارب كبير، لكنهما ينجحان في العثور عليك. كيف فعل ذلك؟ بتعقب آثار قدميك على الرمال. تقرر الاختباء في مبنى قديم وكبير، فتضع نظارات مزودة بجهاز تصوير حراري وتبدأ التجول في أرجاء المكان. تسمع فجأة بعض الأصوات الغريبة، تضيء المصباح اليدوي لترى القاعة الصغيرة. تلاحظ أمامك ثلاثة من الزومبي يتجهون نحوك، وبينما توشك على الهرب تدرك أنهم ليسوا حقيقيين. كيف عرفت ذلك؟ جهاز التصوير الحراري أظهر لك أن أجسام الزومبي دافئة، مما يعني أنهم أشخاص عاديون، فالزومبي لا يصدرون أي حرارة. تغادر المبنى القديم وترى أمامك ثلاثة طرق، يؤدي الأول إلى مستنقع، والثاني مغطى بالفحم الساخن، والثالث يعج بالعقارب السامة. أي طريق ستختار؟ أنت ترتدي حذاء متينا لذا لن يضرك الركض على الفحم الساخن. بعد كل هذه الأحداث الغريبة تعود إلى المنزل وتخلد إلى فراشك. حان الوقت للتحقق من عدد الإجابات الصحيحة ومعرفة ما إذا كنت عاملا خاصا جيدا أم لا. 0 إلى 4 نقاط. عليك بتدريب جسمك وعقلك، هذا ما تحتاجه إن كنت تريد أن تصبح عاملا ماهرا. 5 إلى 8 نقاط. لا تتسرع في طلب مهمة سرية، عليك بإنهاء دورات الإعداد والدراسة بجد لتصبح عميلاً محترفاً. 9 إلى 12 نقطة. من غير المرجح أن تنقذ العالم، لكن يمكنك تقديم المساعدة في ذلك. أبذل المزيد من الجهد لتكتسب الخبرة اللازمة للمهام السرية الكبيرة. 13 إلى 15 نقطة. أنت عميل بارع حقاً، ودائماً ما تنجح في المهمات الخطيرة، حتى لو بدت مستحيلة للآخرين. حسناً، أصغي إلي جيداً يا صديقي، هذا هو الاتفاق. لسرقة الماسة عليك الوصول أولاً إلى جزيرة نائية، وهي غير موجودة على أي خريطة، ويمنع وصول الناس العاديين إليها. الماسة في وسط الجزيرة، داخل مخبأ عميق تحت الأرض يخضع لحراسة مشددة. الوصول إلى هناك عبر المدخل الرئيسي أمر مستحيل، لكن لحسن حظك هناك سجن سري في الجزيرة. يمكنك الدخول كسجين ثم الهروب عبر نفق تحت الأرض، سيقودك هذا النفق إلى المخبأ، وبعدها عليك أن تجد الماسة. سيكون أمامك القليل من الوقت لإتمام العملية. عند الانتهاء سينتظرك قارب في الجزء الجنوبي من الجزيرة. اتبع الخطة بدقة وحذر، وبعدها لن تواجه أي مشاكل. هل فهمت؟ حسنا، هيا بنا. تتجه برفقة سجناء آخرين إلى الجزيرة على متن طائرة مروحية وأنت مقيد اليدين. وفي إحدى اللحظات تبدأ المروحية بالاهتزاز، يخبركم الطيار أنكم تسقطون ويضع مظلته للقفز من المروحية. تنظر من حولك لتقرر ما عليك فعله. بسرعة ترى مفاتيح الأصفاد معلقة في الطائرة، فتأخذها وتتخلص من قيودك. يطلب منك السجناء الآخرون إطلاق سراحهم، لكن كن حذرا، هؤلاء الأشخاص خطيرون. يخبرك السجناء الثلاثة أنهم قادرون على التحليق بالطائرة المروحية، من ستصدق من بينهم؟ يضع هذا الرجل وشماً على ساقه بشكل طائرة مروحية، لعله طيار جيد، ولكن عندما تفك قيوده يخبرك بأنه كاذب، لا أحد من هؤلاء يعرف كيفية قيادة المروحية، لم تتبقى سوى مظلة واحدة. يدفعك السجين جانباً ويمسك بالمظلة ويقفز من المروحية وهي تسقط. حينها تقرر الإفراج عن السجينين الآخرين، ولكن ماذا ستفعل بعدها؟ هل تقفز دون مظلة؟ أم تحاول الهبوط بالمروحية بنفسك؟ ترك الطيار المروحية لأن الهبوط مستحيل، لذا لن تنجح أنت أيضا. عليك القفز، أنت تحلق فوق المحيط أتذكر؟ وبما أن المروحية تسقط لن يكون الارتفاع كبيرا. تقرر القفز في الماء والسباحة نحو الشاطئ، وفجأة ترى زعنفة سمكة قرش تقترب منك السمكة بسرعة.
ماذا ستفعل الآن؟ ألف تحاول السباحة إلى الشاطئ بأسرع ما يمكن. باء لا تسبح لأي مكان وتبقى طافيا على السطح. جيم تغوص في الماء وتبدأ التلويح بيدك لسمكة القرش لإخافتها وإبعادها. عليك أن تتوقف، إذا بدأت في السباحة ستطاردك سمكة القرش. خذ شهيقا طويلا وحاول تجنب القيام بأي حركات غير ضرورية وستغادر سمكة القرش، لكن إذا هاجمتك فعليك الرد بمهاجمتها. في هذه الحالة ركز على الخياشيم والعينين كونهما نقاط ضعفها. لحسن الحظ لم تلحظ سمكة القرش وجودك وتصل إلى الشاطئ بأمان. ترى مجموعة من الحراس وسجينا كان معك في الطائرة المروحية يختبئ خلف الأشجار ويدعوك للانضمام إليه. إلى أين ستذهب الآن؟ دع الحراس يقبضون عليك ليأخذوك إلى السجن، لا تنس مهمتك. يلبسونك ملابس صفراء ويأخذونك إلى مكان بعيد. ترى العديد من السجناء الخطرين، وبينما أنت جالس على الطاولة تتناول الطعام ترى أمامك ثلاثة منهم. يهم أحدهم بالهرب، لكن أي واحد؟ هذا الرجل الذي يحمل كتابا، إنه يخفي في الكتاب مبردا معدنيا، سيحاول الهرب هو الآخر. النفق الذي تحت الأرض والمؤدي من السجن إلى المخبأ موجود أسفل غرفة الغسيل. يجب عليك الخروج من زنزانتك والوصول إلى هناك. للقيام بذلك عليك الاستيلاء على المبرد المعدني وفتح القفل. يخرج الجميع إلى الفناء في وقت الاستراحة، بينما تتعقب أنت الرجل الذي يحمل الكتاب. إنه جالس على المقعد ويخفي الكتاب تحته. عليك الآن أن تلهيه وتصل إلى الكتاب. يمكنك استخدام كرة السلة أو الأثقال أو أوراق اللعب. ماذا ستفعل؟ إن عرضت عليه ممارسة التمارين بالأثقال أو اللعب بالأوراق سيكون من الصعب عليك الابتعاد عنه، لذا العب معه كرة السلة وارمي الكرة بعيدا ليجري خلفها، وفي تلك الأثناء ستتمكن من أخذ الكتاب. تمسك بالكتاب لكنك لا تجد المبرد المعدني بداخله، وبدلا من ذلك تجد بعض النقود. يبدو أن الرجل قد باع الأداة لأحد السجناء. تضع النقود في جيبك وتنظر حولك في الفناء. أي السجناء يحمل المبرد المعدني؟ هذا الرجل يضغط بأصابعه على كم قميصه، يبدو أنه يخفي الأداة هناك. تحاول الاقتراب منه ولكن شجارا يندلع بين السجناء ويحاول الحراس منع الشغب. وسط كل هذه الفوضى يضربك شخص ما على رأسك وتفقد وعيك. تستيقظ لتجد نفسك في المستشفى. أوه لا، لم يبقى لديك الكثير من الوقت. الأبواب مقفلة والعديد من الحراس يتجولون في المكان. كيف يمكنك الدخول إلى غرفة الغسيل؟ في الزاوية عربة كبيرة مليئة بالغسيل المتسخ. اختبئ هناك وسيأخذونك إلى حيث تريد الذهاب. تختبئ بين الملاءات القذرة، فيأتي عامل التنظيف ويجر العربة وينقلك إلى غرفة الغسيل. وأثناء وضعه للقماش في الغسالة يلاحظ وجودك. عامل النظافة على وشك الصراخ واستدعاء الحراس. ماذا ستفعل؟ لديك بعض المال، أتذكر؟ ادفع المال لشراء صمته. تحرك إحدى الغسالات وتجد فتحة تحتها، تدخل فيها وتسير عبر النفق. الجو بارد جدا ورطب ومظلم، وأخيرا تصل إلى غرفة صغيرة جدرانها من الطوب وبلا نوافذ وأبواب. ماذا ستفعل؟ لا يمكنك العودة. بين كل هذا الطوب تبرز طوبة واحدة من الجدار، جرب أن تدفعها. لقد نجح، فتح باب سري. تدخل من الباب وتنزل للأسفل لتجد نفسك أمام باب حديدي آخر. تلاحظ وجود خزان أكسجين بقناع ملقى في مكان قريب. تفتح الباب وإذ بك في غرفة ضغط بين بابين من الحديد. يغلق أحد البابين خلفك ويتم ضخ الأكسجين للخارج. حينها تصبح غير قادر على التنفس، لهذا ترتدي القناع.
في تلك الأثناء يفتح الباب الحديدي الثاني وتدخل من خلاله. ترى أمامك ثلاثة أنفاق، النفق الأول مليء بفؤوس متحركة وشفرات وأفخاخ أخرى، وفي النفق الثاني تفريغ كهربائي عالي الجهد، ويحتوي النفق الثالث على لهب قوي. أحد هذه الأشياء المخيفة مجرد وهم، أي الأنفاق ستختار؟ ليس هناك هواء في الغرفة، مما يعني أن النار لن تشتعل فيها. هذا اللهب ليس إلا صورة ثلاثية الأبعاد. تتقدم وتجد نفسك أمام غرفة مظلمة، إنها مظلمة جدا ولا يمكنك رؤية ما بداخلها. تشعر بأن الماسة موجودة هنا. قف، ما هذه الماسة؟ من أعطاك هذه المهمة؟ ما الذي تفعله هنا؟ ماذا يحدث؟ في هذه اللحظة تدفعك إلى الأمام قوة مجهولة، فتخطو في فراغ أسود وتسقط. عندها تجد نفسك تطفو في الفضاء الخارجي. الجو هنا مخيف وشديد البرودة، تشعر بأنك ضئيل في هذا الكون اللامحدود. وفجأة ترى شيئا ساطعا، هل هو نجم أم كويكب؟ يضاء المكان من حولك بضوء ساطع، وتسمع صوتا عميقا يقول لك: أحسنت صنعا. تمد يدك وتلمس الضوء. في هذه الحالة وبسرعة كبيرة تعود في الزمان والمكان، تسقط بسرعة وتهبط في غرفة قذرة. تنهض وأنت مذعور وتفتح الباب. أوه يا للروعة، ضوء الشمس! وأخيرا خرجت من القبو لتجد نفسك في الجزيرة. أمامك طريقان، أحدهما يؤدي إلى الجنوب والآخر إلى الشمال، أي طريق ستختار؟ يفترض أن يكون القارب في انتظارك في الجنوب، أتذكر؟ تمر من الغابة وتجد سيارة قديمة، تشغل الموسيقى وتضع سماعات رأس الموجودة في درج السيارة. وأثناء قيادة السيارة والاستماع إلى الموسيقى تدرك أن الفرامل لا تعمل. أمامك الآن ثلاثة طرق، ينتظرك في نهاية الطريق الأول جدار من الطوب، ويؤدي الطريق الثاني إلى مستنقع، ويقودك الطريق الثالث إلى تل مرتفع وهاوية. أين ستتجه بالسيارة؟ يوشك الوقت أن ينفد. أفلت دواسة الوقود وتوجه نحو أعلى التل. ستبدأ السيارة في التباطؤ وستتمكن من الخروج منها بأقرب وقت. تعبر الغابة وتجد نفسك على الشاطئ، وهناك ترى زورقا على رمال. تدفع الزورق إلى الماء وتشغل المحرك وتدخل، وبعد أن يقطع الزورق مسافة لا بأس بها ترى صخورا بجانبها حطام بعض السفن. تبطئ القارب وتستمع إلى صوت الغناء الجميل القادم من الصخور. صوت الغناء يغريك ويجذبك لتوجيه قاربك نحو الصخور مباشرة. تقترب بسرعة من المكان غير قادر على منع قدرك المحتوم. ماذا ستفعل؟ لديك مشغل الموسيقى الذي وجدته في السيارة. يمكنك وضع سماعات الرأس وتشغيل موسيقى جميلة والابتعاد عن المكان. تبتعد نحو الشمس إلى مغامرات جديدة. والآن لنتحقق من نقاطك. 0 إلى 3 نقاط. عليك تجنب خوض مغامرات خطيرة. قد تتمكن من اجتياز الاختبارات الأولى، لكن من المستبعد أن تتجاوز جميع المحن. 4 إلى 7 نقاط. هذه النتيجة أفضل، لكنك ما زلت تفتقر إلى الثقة. قد تصاب بالذعر في المواقف الصعبة، والذعر هو العدو الرئيسي لأي مغامر. 8 إلى 11 نقطة. أنت لا تخشى الخطر وتمضي دائما بكل ثقة، لكن عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل ومهارات التفكير المنطقي لتتجاوز كل المشاكل. 12 إلى 14 نقطة. أنت مغامر حقيقي، لا تتجاوز التحديات فحسب، بل وتنجو أيضا من المواقف الغريبة التي لا يمكن تفسيرها والتي قد تدفع الآخرين إلى الجنون. 1. تعرضت إيفا يوم الاثنين لحادث سيارة، ما سبب لها ارتجاجا في المخ وكسرا في الساق، ومع ذلك رآها زميلها في اليوم التالي وهي تقود دراجة هوائية وتبدو بحال جيدة. كيف حدث ذلك؟ انظر للفتاة التي تعرضت للحادث، إنها تضع وشما على كاحلها، بينما لا تملك الفتاة التي تقود الدراجة وشما مثله. الفتاة التي على الدراجة هي الأخت التوأم لإيفا. 2. إيليو طالب في الجامعة يعيش بمفرده في غرفة في السكن الجامعي،
وفي مساء إحدى الإجازات أقيم حفل في السكن ودعي كل من في الحرم الجامعي. وفي منتصف الحفل وجد كايدن إيليو مسموما في غرفته، وعندما وصل المحقق اشتبه في ثلاثة وهم أميليا وجيزيل وماكس، وأنكروا جميعا دخولهم إلى غرفة إيليو. من المجرم من بينهم؟ حتما جيزيل. انظر إلى السرير، هناك قرط فوقه، وترتدي جيزيل قرطا واحدا مماثلا، لا شك أنها كانت في الغرفة. ثلاثة. بقيت آيلا في الجامعة بعد انتهاء المحاضرات لإنهاء مشروع تعمل عليه برفقة أصدقائها. ذهبت لشراء بعض الطعام من آلة البيع، واكتشفت بعد عودتها أن محفظتها قد سرقت، ما دفعها للاتصال بالشرطة، لكن نفى زملاؤها أن يكون أحدهم السارق. نظرت المحققة إلى المشتبه بهم جيدا وعرفت الكاذب من بينهم. من هو؟ إنها آيلا. لقد ذهبت لشراء الطعام، ما يعني أن محفظتها بقيت معها ولم يسرقها أحد. أربعة. كانت سيدة ثرية اسمها جينيف بيل تقضي وقتا ممتعا في أحد النوادي، وفي منتصف الحفل شعرت بأحدهم وهو يسرق عقدها الماسي الذي تبلغ قيمته مليون دولار، لكن السارق اختفى فورا. طلبت السيدة من رجال الأمن عدم السماح لأحد بالخروج من المكان واستدعت الشرطة، وعندما وصل المحقق أخبره رجل الأمن أنه لم يسمح لأي أحد بالخروج، لكنه رأى رجلا يتسلل من الباب الخلفي. حينها ألقت الشرطة القبض على الحارس. لماذا؟ انظر للقفل الضخم على الباب الخلفي، لا يمكن لأحد الخروج من هذا الباب، رجل الأمن كاذب. خمسة. كانت السيدة بيكر تعيش مع ابنها روبرت الذي يدرس في الجامعة. عملت السيدة كل يوم ولم تكن تعلم بغياب ابنها عن محاضراته، وفي صباح أحد الأيام من شهر ديسمبر غادرت السيدة إلى عملها كالعادة، وعندما عادت أدركت أن ابنها لم يذهب بسيارته إلى الجامعة رغم معرفتها بأن لديه محاضرات في ذلك اليوم. كيف اكتشفت ذلك؟ كان الثلج يتساقط طوال الليل، وعندما غادرت السيدة بيكر للعمل كانت سيارة روبرت مغطاة بالثلج وبقيت على حالها حتى عودتها. لو ذهب روبرت إلى الجامعة فعلا لقام بتنظيف السيارة من الثلج أو الزجاج الأمامي على الأقل. ستة. كانت إيزمي تتجول في الغابة، وفي المساء أثناء عودتها إلى المنزل سلكت طريقا آخر يقود إلى منزل الساحرة. رحبت الساحرة وحفيدها الذي كان يقيم عندها بالفتاة، وكان على إيزمي هذه المرة أن تطرح اللغز، وإن لم يتمكنوا من حله سيعطونها القطة. قالت: لدي زميلتان في المدرسة وهما توأم متطابق، ولدت إينيز عام 2003 وولدت بيتي عام 2004، كيف حدث ذلك؟ لقد ولدتا ليلة رأس السنة، حيث ولدت إينيز قبل منتصف الليل مباشرة، وولدت بيتي بعد منتصف الليل مباشرة. سبعة. هل يمكنك أن تحدد أي هذين الرجلين زوجته ثرية؟ لا يضع الرجل على اليسار خاتم زواج في يده، لذا سأختار الرجل على الجهة اليمنى. ثمانية. حسناً، انظر الآن إلى هذين الرجلين، من منهما صاحب كلب برأيك؟ إنه الرجل الذي على الجهة اليسرى، انظر إلى حذائه الممزق، لا شك أن هذا من فعل كلبه. تسعة. أخبرت كايلين وجولييت والديهما أنهما ذاهبتان إلى منزل إحدى صديقاتهن للعمل على مشروع جماعي، ولكن في الواقع ستذهب واحدة منهما للقاء حبيبها السري، هل ستعرفها؟ إن
إنها كايلين، إنها متأنقة أكثر مما لو كانت ذاهبة للدراسة فعلا، كما أنها تضع الكثير من أحمر شفاه. 10. أمضت أماندا الصيف بأكمله في الريف في منزل جديها، وأخيرا بعد أن عادت إلى بلدتها وجدت 2 من أصدقائها المقربين بانتظارها في محطة القطار. هل يمكنك معرفة الشاب المعجب بها سرا؟ حسنا، أعتقد أنه الشاب الذي يحمل الأزهار والحلوى. 11. رسبت سيدني ولويزا في اختبار التاريخ، لهذا عاقبتهما والدتهما وجعلتهما تدرسان طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت تمر أحيانا للإطمئنان عليهما، وها قد أتت مجددا. هل يمكنك تحديد الفتاة التي لم تكن تدرس؟ إنها سيدني، فهي تحمل الكتاب مقلوبا. لا شك أنها أمسكته بعد أن سمعت والدتها قادمة إلى الغرفة وتظاهرت بأنها تدرس. 12. انظر إلى هذين الرجلين وهما يقومان ببعض الأعمال المنزلية، من منهما ليس ذكيا؟ إنه الرجل على الجهة اليسرى، إنه يسقي النباتات رغم هطول المطر. 13. تعمل السيدة ريفيرا معلمة لمادة الرياضيات، وقد جمعت الواجبات المنزلية لطلابها وجعلتهم يؤدون اختبارا على الحاسوب بينما بدأت هي في تقييم الواجب. في تلك الأثناء وجدت ورقتين متشابهتين تماما، فأدركت أن أحد الطالبين نسخ الواجب عن زميله. ها هما الطالبان، إنهما آشر وهولدون. هل يمكنك تحديد الذي نسخ الواجب؟ إنه آشر، انظر إلى يده، إنها ملطخة بالحبر، ما يعني أنه أنهى كتابة الواجب قبل بدء الدرس مباشرة. 14. عاد السيد ريد إلى منزله ليلا بعد يوم عمل طويل، وكانت زوجته لا تزال مستيقظة. قبل الرجل زوجته وذهب للنوم، لكن الزوجة كانت تشك بخيانة زوجها لها منذ فترة، وأرادت هذه المرة التحقق من ذلك، فقررت تفتيش ملابسه، وفي اليوم التالي أخبرت زوجها بمعرفتها بخيانته لها. لماذا؟ انظر للمفاتيح في جيبه، توجد أيضا مفاتيح معلقة على الحائط، لذا لابد أن هذه المفاتيح لمنزل آخر. 15. أقامت أشلي حفل عيد ميلاد دعت إليه بعض الأصدقاء، لكن صديقتها ليليانا لم ترغب بالذهاب إلى الحفل، فكذبت وقالت بأن والدتها طلبت منها تنظيف غرفتها. حزنت أشلي لذلك، لكنها تفهمت الوضع، ولتعويض ذلك دعت ليليانا أشلي إلى منزلها للدراسة معا ومشاهدة فيلم في المساء. وافقت أشلي على الذهاب، وعند وصولها إلى منزل ليليانا أدركت أنها كذبت عليها. كيف عرفت؟ ما زالت الفوضى تعم غرفة ليليانا، لو كانت قد نظفتها فعلا في اليوم السابق لكانت مرتبة. 16. هذه الكاتبة الثرية الشهيرة تعيش بمفردها في قصرها ولم تخرج منه أبدا. لم تكن السيدة ترى أحدا سوى الطباخ والبستاني وعامل التنظيف. وفي صباح أحد الأيام وقبل موعد الإفطار، دخل عامل التنظيف إلى غرفتها ووجدها مسمومة، فاستدعى الشرطة. شك رجال الشرطة في 3 مشتبه بهم. ادعى الطباخ بأنه كان يشاهد فيديو عن الطهي على يوتيوب، وقال عامل التنظيف أنه كان قد وصل للتو عندما رأى السيدة بهذه الحال، وكان البستاني في الحديقة يزرع الأزهار. من وضع السم للسيدة؟ حتما هو الطباخ. وقعت الحادثة قبل موعد الإفطار، لكنه لم يعد شيئا للإفطار، فهو يعلم أن لا حاجة للإفطار ذلك اليوم. 17. في العطلة الصيفية دعيت أريانا للذهاب مع أصدقائها للتخييم،
لكن أريانا لم تكن محبة للتخييم وفضلت البقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز، لذا أخبرتهم بأنها ستذهب برفقة والديها إلى اليونان، لكنها في الواقع بقيت في المنزل لتشاهد التلفاز. وعندما أرسل لها والداها صورة لهما وهما في الإجازة، عدلتها وأرسلتها إلى أصدقائها، لكنهم أدركوا أنها لم تكن في اليونان فعلا. كيف عرفوا ذلك؟ لاحظ أصدقاؤها أن لكل من في الصورة ظل سوى أريانا، لا ظل لها. 18. يعمل هالي في محطة للوقود في ضواحي المدينة، حيث يعم الهدوء المكان. وذات يوم كان هناك 3 زبائن فقط. اشترى الزبون الأول شيئا يشربه، واشترى الثاني بعض الشوكولاتة، ودفع الثالث ثمن الوقود. بين هؤلاء 3 مجرم، لذلك دفع هالي للاتصال بالشرطة. من هو وكيف عرفه هالي؟ إنه الرجل الثاني. لقد دفع ورقة نقدية بقيمة 25 دولار، لكن هذه الورقة غير موجودة في الواقع، مما يعني أن الرجل يقوم بطباعة النقود. 19. في 17 من سبتمبر كانت أنيكا تستعد للسفر إلى إسبانيا لقضاء إجازتها. الفتاة تعيش بمفردها، لهذا أرسلت النباتات والقطة إلى منزل صديقتها. وعندما عادت إلى منزلها في 27 من سبتمبر، أدركت الفتاة بمجرد دخولها إلى المنزل أن أحدهم دخل إليه في غيابها. كيف عرفت ذلك؟ كانت أنيكا تعيش بمفردها، لكن الرزنامة على الحائط قد تغيرت. ولقد كانت على 17 من سبتمبر عند مغادرتها، لكنها الآن موضوعة على 27 من سبتمبر. 20. حدثت هذه القصة قبل عدة قرون. كان هنري وكارولين يحبان بعضهما البعض، لكنهما واجها الرفض من عائلتيهما. وذات يوم قررت عائلة كارولين إبعادها إلى مدينة أخرى، لكنهم لم يخبروها إلى أي مدينة ستذهب. عرف هنري وكارولين أنها ذاهبة إلى إحدى المدينتين الكبيرتين المجاورتين، إما باريس جهة الشرق أو برلين جهة الغرب. اتفق الحبيبان على أن ترمي كارولين وشاحها عند انطلاق القطار، وسيعثر عليها هنري أينما كانت. وجد هنري الوشاح هنا. في أي اتجاه ذهب القطار؟ إذا رميت شيئا من قطار متحرك فإنه سيطير في الاتجاه المعاكس. عثر هنري على الوشاح على الجانب الغربي من محطة القطار، ما يعني أن القطار متجه نحو باريس. ملاحظة: بعد شهرين تمكن هنري من إيجاد كارولين هناك، وعاشا معا في سعادة للأبد. يقوم كريس وويليام بأنشطتهما الصباحية المعتادة. من منهما لا يعيش بمفرده؟ ينظف ويليام أسنانه، لكن هناك فرشاة أسنان أخرى في الحمام، على الأرجح لشخص آخر، لذا سأقول أن ويليام لا يعيش بمفرده. والآن ألقي نظرة على هذه الصورة لفيليب وكاي، أحدهما متزوج. هل يمكنك معرفة من يكون؟ هناك حذاء بكعب عال وفستان في خزانة فيليب، لذا هناك احتمال كبير بأن يكون متزوجا. انظر إلى غرفتي لونا وإيفا، تملك واحدة منهما شقيقا يشاركها الغرفة. هل يمكنك تحديد أيهما لها شقيق؟ هناك سرير بطابقين في غرفة لونا، حتما لديها شقيق يشاركها الغرفة. حسنا، يملك أحد هذين الشابين قطة، هل تستطيع تحديده؟ إنه الشاب الموجود يمينا، انظر لورق الحائط، إنه مخدوش. سأعرض لك الآن بعض الصور المتتالية، وتتمثل مهمتك في العثور على الخطأ بهذه الصور. هل أنت مستعد؟ إليك الصورة الأولى. الشمس مشرقة،
لكن ليس للجمال أي ظلال. ها هي الصورة التالية، ما الخطأ هنا؟ انظر إلى العلم الموجود أعلى المبنى وعلى الأشجار المجاورة، يبدو أن الرياح تهب في اتجاهات مختلفة، وهذا مستحيل. هذه الصورة بسيطة جدا، ماذا ترى؟ انعكاس الفتاة في المرآة غير دقيق. انتبه لأدق التفاصيل، ما الخطأ هنا؟ لا يوجد للحافلة المدرسية باب، هناك شيء غريب بهذه الصورة، ما هو؟ انظر للساعة، إنه الشتاء ولا يمكن أن يحدث غروب الشمس في هذا الوقت. كانت إزمي تتجول في الغابة، لكنها تاهت ووجدت منزل الساحرة فاتجهت إليه لطلب المساعدة. زار الساحرة والقط ضيف هو حفيد الساحرة. كان الحفيد قد سمع عن إزمي وعن قدرتها على حل الألغاز، لذا أعد لها لغزاً أيضاً. أخذ الطفل بلوزة وثقبها مرتين. السؤال الآن، كم ثقباً يوجد في البلوزة الآن؟ ظهر الثقبان على جانبي البلوزة، أي أصبح هناك 4 ثقوب في المجموع، إلى جانب فتحتي الذراعين وفتحة الرأس والفتحة التي في الأسفل. كل يوم من أيام الأسبوع تأكل كينيدي تفاحة وهي ذاهبة إلى العمل. ذات مرة لاحظت امرأة تبيع الزهور، أعطت المرأة باقة ورد للرجل وقالت: شطيرة تونة. في اليوم التالي قالت لشخص آخر: زبادي. وفي اليوم الثالث قالت لشخص آخر: بيض. شعرت كينيدي بالفضول واتجهت نحو المرأة للحصول على بعض الزهور، فقالت المرأة: تفاحة. ما القدرة الغريبة التي تملكها المرأة؟ تعرف المرأة آخر شيء تناوله زبونها. كان سايمون معجبا بفتاة انضمت حديثا لفصله الدراسي، وأخيرا طلب منها الخروج في موعد. ولإثارة إعجابها أخبر الفتاة أنه خضع لبرنامج تدريبي سري خاص، ثم زار القمر حتى أن لديه صورة من هناك. ألقت الفتاة نظرة على الصورة لكنها لم تصدقه. لماذا؟ في الصورة يقف سايمون على القمر، لكن هناك قمر آخر في الخلفية. وهذا مستحيل؟ قد يكون بارعا في الفوتوشوب، لكن لم يخطر ذلك بباله. امرأة مسنة ثرية ومشهورة اسمها السيدة ستيفنسون، تعيش بمفردها لسنوات. كان لديها عادة غريبة، في كل مرة يقرع بها جرس الباب لا تفتح الباب دون أن ترتدي معطفها وقبعتها. هل يمكنك تخمين السبب؟ لم تكن تعرف من هو الزائر. إذا كانت تحب هذا الشخص فستخبره أنها عادت للتو إلى المنزل وتدعوه للدخول، وإن كان شخصا لا ترغب بقضاء الوقت معه ستخبره بأنها على وشك مغادرة المنزل. كانت السيدة جوردان تحب الموسيقى، لذلك أرسلت ابنتها جيانا إلى مدرسة لتعليم الموسيقى. جعلت المرأة ابنتها تعزف كل يوم، وذات مرة كان على السيدة جوردان الذهاب في رحلة عمل لأسبوعين، فطلبت من جيانا التمرن كل يوم ووافقت الفتاة. عندما عادت السيدة جوردان بعد أسبوع أدركت أن جيانا لم تكن تتدرب. كيف عرفت ذلك؟ البيانو مغطى بالغبار، مما يعني أن جيانا لم تفتحه منذ فترة طويلة. اكتشفت مجموعة من الفضائيين من مجرة أخرى كوكب الأرض، وقرروا دراسة البشر. تحول 4 منهم إلى بشر واتجهوا نحو الأرض لاستكشاف، لكن الفضائيين لم ينجحوا فعلا في التظاهر بأنهم بشر. ألقي نظرة على هذه الصور وحاول العثور على الكائن الفضائي. ها هي الصورة الأولى، هل يمكنك رؤية أي شيء غريب؟
بشرة هذا الرجل زرقاء اللون، حتماً هو كائن فضائي. هذه أكثر صعوبة. هل ترى بشرياً مزيفاً في هذه الصورة؟ إنه الشتاء والجو شديد البرودة، لكن هذا الرجل لا يرتدي سوى سروال قصير، ويفتقر جلدنا للقدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. ماذا عن هذه الصورة؟ انظر جيداً إلى ما يتناوله هذا الرجل، لا يبدو طعاماً بشرياً على الإطلاق. حسناً، وهذه الصورة؟ هل لاحظت أن لهذا الرجل 6 أصابع؟ حتماً هو الفضائي. للسيدة لورانس 3 بنات لا تسمح لهن بالخروج بعد 8 مساءً. كانت المرأة في العمل عندما اتصلت بها إحدى جاراتها وقالت بأنها رأت إحدى بناتها في المركز التجاري. اتصلت السيدة لورانس فوراً ببناتها جميعاً. قالت ميا بأنها كانت تلعب تنس الريشة في الخارج، وقالت نيكول أنها كانت تدرس مع صديقاتها على الإنترنت، وقالت كوين بأنها كانت تلعب على الحاسوب. من الكاذبة؟ إنها ميا، فلا يمكنها لعب تنس الريشة لوحدها، وبما أن أختيها منشغلتين من غير الممكن أن تكونا قد لعبتا معها. لدي صديقة اسمها آنا، وأمها امرأة في غاية الغرابة، إذ أن شعرها أخضر وترتدي التنورة مع بنطلون وتربي راكونا كحيوان أليف. لديها أيضا 3 بنات، اسم ابنتها الكبرى إبريل واسم الوسطى مايو. هل يمكنك تخمين اسم ابنتها الصغرى؟ حسناً، إنها والدة آنا، وبالتالي ابنتها الثالثة هي آنا. في اليوم الجامعي الأول اختفت روبي. كان أمام المحققين 3 مشتبه بهم: السيدة كولينز رئيسة أحد الأقسام، والسيد رايت عامل النظافة، وكاسيدي الصديقة المقربة لروبي. قالت السيدة كولينز إنه كان عليها تقديم تقرير منتصف الفصل ولم تغادر مكتبها. قال السيد رايت أنه لم يرى الفتاة أبداً، وقالت كاسيدي إنهما أمضيتا اليوم بأكمله في الجامعة، ولكن بعد ذلك عادت روبي إلى المنزل. من الكاذب؟ إنها السيدة كولينز، فهذا هو اليوم الدراسي الأول، ويستحيل أن يكون هناك تقارير لمنتصف الفصل لتقديمها. تقول ديلا وأورورا الحقيقة دائماً، لكنهما تكذبان في أعياد ميلادهما. اليوم هو 3 سبتمبر، وسألهما صديقهما مارك عن موعد عيد ميلادهما. قالت ديلا كان البارحة، وقالت أورورا إنه غدا. في اليوم التالي طرح عليهما الرجل السؤال ذاته، لكن لم تتغير إجابتهما: ما تواريخ ميلادهما؟ كذبت كل واحدة منهما خلال هذين اليومين، لذلك يجب أن يكون عيدا ميلادهما في هذين اليومين. قالت ديلا أنه كان بالأمس في المرتين، لذا يجب أن يكون عيد ميلادها في 3 سبتمبر. ثم في اليوم التالي قالت الحقيقة، أما 4 سبتمبر فهو عيد ميلاد أورورا التي قالت الحقيقة في اليوم الأول ثم كذبت في عيد ميلادها. تسير هازلي وسكايلر في الشارع. تستمع هازلي إلى الموسيقى وترسل وسكايلر الرسائل النصية. من منهما في خطر؟ إنها سكايلر، فهي تسير نحو المنعطف تماماً، وهناك سيارة تقترب، وقد لا يكون لدى السائق الوقت الكافي للتصرف والانعطاف. أرادت سيرافينا وفلورا الذهاب إلى إحدى الحفلات، لكن منعهما والدهما من ذلك. قررت سيرافينا المغادرة من الباب الخلفي، وأرادت فلورا التسلل من نافذة غرفة نومها. من منهما لن تتمكن من الذهاب إلى الحفل؟ على الأرجح إنها فلورا، فوالدها يجلس بجانب النافذة يقرأ كتاباً، ويحتمل أن يراها وهي تغادر المنزل. كانت بروك وسيدني تتعلمان السباحة،
ذهبت بروك إلى البحيرة بالقرب من منزلها، وذهبت سيدني إلى المحيط مع أصدقائها. من منهما في خطر أكبر؟ إنها بروك. لقد ذهبت لوحدها وليس هناك أحد حولها لإنقاذها إن حدثت مشكلة ما. اشترت بريل دراجة جديدة كهدية لأخيها. كانت مفاجأة، لذا وضعتها في الغرفة وأغلقتها وغادرت للعمل. وعندما عادت لم تكن الدراجة موجودة، فأدركت أن أحد أفراد عائلتها قد دبر لها مقلبا. قال شقيقها أنه لم ير شيئا. قال والدها أنه لاحظ وجود دراجة أثناء مروره بجوار غرفتها، لكنه كان في عجلة من أمره وكان عليه الذهاب إلى العمل. بينما قالت والدتها بأنها قضت اليوم في الطابق السفلي تعد كيكة. من نفذ المقلب؟ حتما هو والد بريل. لقد أغلقت بريل الغرفة، لذا لا يمكنه رؤية الدراجة إلا إذا دخل إليها. في عالم سحري هناك مدينتان متصلتان بجسر. المدينة الواقعة على الضفة اليسرى للنهر محمية، لا أحد يستطيع دخولها أو مغادرتها دون إذن خطي. تم احتجاز إيلي في هذه المدينة، لكنها تمكنت من الفرار وكان عليها الوصول إلى الجانب الآخر. يستغرق الأمر 10 دقائق لعبور الجسر، لكن الحارس كان يخرج من منزله كل 5 دقائق. كيف يمكن لإيلي عبور الجسر؟ يجب على إيلي مغادرة المدينة عندما يعود الحارس إلى منزله، وبعد 5 دقائق يجب أن تستدير وتعود نحو الحارس، وعند اقترابها منه سيعتقد أنها تحاول الدخول، ولكن بما أن إيلي لم تحصل على أي إذن فسوف يعيدها مرة أخرى إلى المدينة على الضفة اليمنى للنهر. قبل يوم من عيد ميلاد خطيبته، ذهب كيفن إلى مقر عملها في وقت متأخر من الليل لتزيين مكتبها، وتظاهر بأنه عامل توصيل البيتزا للمرور عبر التفتيش الأمني. لكن حينما أنهى كيفن تزيين المكتب، أدرك بأن المبنى مغلق وجميع الحراس رحلوا. وجد كيفن خزانة بالكثير من الأسلاك المتداخلة. ساعد الرجل في الخروج. إن فتح الباب ستنطلق صافرة الإنذار وستحضر الشرطة على الفور. أحد الأسلاك سيوقف عمل جهاز الإنذار، والسلك الآخر مسؤول عن أجهزة استشعار الحرائق، والثالث يوقف تشغيل الكاميرات. أي سلك يجب أن يقطعه كيفن؟ السلك الأخضر. هل يمكنك معرفة أي حيوان يختبئ في هذا النمط؟ هذا صحيح، إنه كلب. والآن لنجعل الألغاز أصعب قليلا، أي حيوان يختبئ هنا؟ هذا صحيح، الباندا. يلاحق ضباط الشرطة لصاً سرق محل المجوهرات للتو، لكنه نجح في الاختباء في متجر للملابس النسائية وارتدى زي الفتيات. ساعد الضباط في تحديد اللص من بين هؤلاء النساء. هذه السيدة الأنيقة على اليمين ترتدي ذات الحذاء الرياضي الذي رأيناه على اللص خلال هروبه. انظر إلى هذه الصورة، هل ترى أي حيوان؟ إنه التمساح، أحسنت عملاً. علق إيريك تحت الأمطار، فقرر الاختباء في منزل مهجور، لكن ما أن دخله حتى اختفى الباب الأمامي وسمع صوتا غامضا يقول: الطريقة الوحيدة للخروج من هنا هي فتح أحد هذه الأبواب.
لكن الباب الأول مغطى بحامض خطر، والباب الثاني ساخن بشكل لا يصدق، وإن لمس الباب الثالث سيصاب بصعقة كهربائية. أي باب يجب أن يختاره إيريك؟ يجب أن ينزع الشاب حذاءه المطاطي ويضعه على يديه، ومن ثم سيتمكن من فتح الباب الثالث، فالمطاط سيحميه من الكهرباء. ثمة العديد من الحيوانات في هذه الصورة، لكن هل يمكنك رصد الأزواج المتطابقة؟ هذان الطائران وهذان الأرنبان والبومتان، ليس لبقية المخلوقات توائم متطابقة. دقق النظر في هذه الصورة، ماذا ترى؟ هل هذا لولب أم عدة دوائر مركزية؟ هذه دوائر مركزية بيضاء وسوداء، ربما رأيت لولبا، لكن هذا مجرد وهم بصري. حاول تدقيق النظر أو مرر إصبعك حول أي من هذه الدوائر. عاد دانيال من العمل وأدرك بأن منزله تعرض إلى السرقة. اقترحت الشرطة بأن حادثة السرقة قد وقعت على الأرجح في حوالي وقت الغداء. استجوب الضباط 4 نساء يعيشن في الحي، وقلنا للشرطة بأنهن كن معا في رحلة، واضطررنا للتوقف لتغيير إطار السيارة في طريق العودة من مدينة مختلفة، ووصلنا إلى المنزل في وقت متأخر من الليل. وبعدها قرر ضباط الشرطة استجواب النساء بشكل منفصل وفي غرف مختلفة، وبعد سماع أجوبتهن قرروا إلقاء القبض عليهن. ماذا سألهم الضباط؟ قالت النساء بأنهن واجهن مشكلة مع الإطار في طريقهن إلى المنزل، وحينما استجوبهن رجال الشرطة بشكل منفصل سألوا كل سيدة أي إطار قمن بتغييره في طريقهن إلى المنزل، ولم تكن أجوبتهن متطابقة. كان مارك مدير السوبر ماركت يعد إيراداته اليومية في وقت متأخر من الليل، وفجأة ومضى المصباح فوق رأسه. صعد مايك فوق الكرسي لإصلاحه، لكن حينما لمس المصباح الفلوري حرق يده ووقع من الكرسي وفقد الوعي لبضع الوقت. حينما عاد إليه رشده لاحظ الشاب بأن جميع أمواله قد سرقت، فاتصل بالشرطة وأخبرهم بقصته، لكن حينما حضر الضباط ألقوا القبض على مايك. لماذا؟ على عكس المصابيح العادية، لا تسخن المصابيح الفلورية. لا يمكن أن تحترق يد مايك في هذه الحالة، مما يعني أنه يكذب. لنختبر ذكائك، انظر إلى هذا الهرم، هل يمكنك تخمين كيف يبدو من فوق؟ الخيار الثالث هو الصحيح. ماذا عن هذا الشكل؟ الصورة الثانية هي الصحيحة. والآن انظر إلى هذا المربع الملون، كيف يبدو من فوق؟ الصورة الرابعة هي الصحيحة. تعمل جينيفر كمديرة في سوبر ماركت كبير، وفي صبيحة أحد الأيام تلقت رسالة نصية غريبة تقول: هناك لص بين الزبائن، احترسي. هرعت جينيفر خارج مكتبها ورأت 3 أشخاص مريبين. هل يمكنك العثور على اللص بينهم؟
إنه هذا الشاب، لو كانت يده مكسورة فعلاً لما تمكن من حمل السلة. دقق النظر في هذا النمط، هل يمكنك العثور على الفراشتين المتطابقتين؟ هنا بالضبط. استرخي وانظر إلى هذه الصور، اختر المنارة التي تعجبك أكثر. سيساعدك هذا الاختبار البسيط في اكتشاف بعض السمات المثيرة في شخصيتك. ألف، إن اخترت المنارة الأولى فأنت شخص متفائل وقوي الإرادة وتتمتع بعقلية المحاربين، وتتجلى أفضل خصالك خلال الأوقات العصيبة. تتمتع بالثقة والقوة لتنير دروب الأشخاص من حولك. ب، إن اخترت المنارة الثانية فأنت شخص دافئ وحنون، يشعر الناس بالراحة والأمان حينما تكون في الأرجاء. أنت شخص ظريف جدا، ومن المستحيل أن يغضب أحد منك لوقت طويل. لقد تغلبت على عديد الصعاب بقوة الحب، تؤمن بنفسك وبالآخرين ويشعرون بدعمك حتى من بعيد. جيم، إن اخترت المنارة الثالثة فأنت شخص عقلاني وعملي، تعتمد على قوتك الخاصة وتفضل العمل الصادق والدؤوب، لكن لا تنسى أن طلب المساعدة لن ينقص منك شيئا. دال، وإن اخترت المنارة الرابعة فأنت شخص شغوف ومبدع للغاية، ذكاؤك العاطفي استثنائي، وعادة ما يغمرك العالم من حولك بمشاعر جياشة. إن التعبير عن مشاعرك عبر الصحافة والفن سيساعدك في تحقيق توازنك الداخلي. هل يمكنك العثور على الكلبين المتطابقين؟ ها هما ذا. ألقي نظرة على هذه الصور واختر قمرك المفضل. ألف، إن اخترت القمر رقم واحد فأنت شخص مستقل بذاتك، قد تشعر بالذنب عند طلب المساعدة، لهذا السبب تفضل حل مشاكلك بنفسك، لكن هل يجعلك هذا سعيدا وراضيا عن نفسك؟ ب، إن اخترت القمر الثاني فأنت تعيش اللحظة وتلاحق المغامرات والمرح، لكنك في قرارة نفسك قد تقمع رغبتك في عيش حياتك مستقرة. ربما حان الوقت للاعتراف بأنك قد سئمت أسلوب حياتك وتقبل حاجاتك الحقيقية. جيم، إن كان خيارك رقم ثلاثة فأنت قائد بالفطرة، أنت شخص موهوب وذكي وشغوف. لسوء الحظ تحاول قمع رغبتك لا إراديا في التمتع بالحرية والاستقلال الذاتي. قد يساعدك أن تسأل نفسك، ما المسؤوليات التي ستشعرني بالسعادة؟ دال، والخيار الرابع يعني بأنك شخص انتقائي، فأنت ذكي جدا ومخلص للغاية، لكنك لست مستعدا لفتح قلبك لأي أحد. قد يخال الناس بأنك مرهف الإحساس وخجول. ربما حان الوقت للتغلب على مشاكل الثقة في النفس والسماح لنفسك بأن تحب. هذا النمط محير للغاية، هل يمكنك رصد العدد؟ إنه 82,175. وهل يمكنك رؤية أي أرقام مخفية بين هذه الرموز؟ هذا صحيح، إنه 95,738. كانت ريتشل مستلقية على ضفاف نهر جبلي، وفجأة هرع نحوها رجل غريب وسرق حقيبتها، ومن ثم قفز في المياه وتلاشى عن الأنظار. لا تستطيع ريتشل السباحة،
لذا اتصلت بضابط الشرطة. حينما أنهت ريتشل قصتها كان اللص في الجانب الآخر من النهر، لكن الضابط قال بأن ريتشل تكذب. لماذا؟ تجري الأنهار الجبلية بسرعة، وكان التيار سيحمل اللص بعيدا جدا عنها. دقق النظر في هذه الصورة وابحث عن الزرافتين المتطابقتين. ها هما ذا. هل يمكنك العثور على الظل الصحيح؟ إنه هناك. دقق النظر في هذه الصور. هل يمكنك رصد 5 اختلافات؟ القفازات مختلفة والزلاجات أيضا. ليس لرجل الثلج على اليسار كرة منفوشة على قبعته، ونقوش الوشاح مختلفة قليلا. وأخيرا لدى رجل الثلج على اليسار زران، بينما للرجل على اليمين زر واحد فقط. فر مجرم خطير من يدي الشرطة. رآه المحققون يدخل مركز أبحاث علمية واتبعوه إلى هناك. وجدوا داخل المبنى 3 أشخاص، وثلاثتهم يدعون بأنهم علماء يعملون على مشروع علمي. انظر إلى هؤلاء الأشخاص، هل يمكنك معرفة أيهم المجرم؟ يحمل العلماء شارات تحمل صورهم على ملابس المختبر، لكن صورة هذا الشاب لا تناسب وجهه، لذا لابد من أنه المجرم. وقع حادث غريب خلال الألعاب الأولمبية. تدعي مصادر مجهولة بأنه بدلاً من الرياضي الحقيقي، أرسلت إحدى البلدان روبوتاً إلى مسابقة الركض. ألقي نظرة على آثار أحذية الرياضيين. هل يمكنك معرفة أي الآثار تنتمي إلى روبوت؟ العداء الثالث هو الروبوت، فآثار أقدامه متناظرة بامتياز. اختبار تحليل الشخصية هذا سيساعدك في كشف مزاجك الحالي. انظر إلى هذه الصور. اختر الصورة التي أعجبتك أكثر من البقية. ألف. إن اخترت المسار الأول، فربما تحاول الوصول إلى حل وسط في مشكلة عويصة. لا تقلق، مهاراتك الدبلوماسية وقلبك الكبير ستساعدك في تحقيق سلامك الداخلي. باء. إن اخترت الطريق الثاني، فأنت تشتاق إلى خوض المغامرات وعيش الإثارة. جرب هوايات جديدة وأنشطة غير اعتيادية، وستساعدك حتما في إضفاء ألوان مشرقة على حياتك. جيم. إن أعجبك الطريق الثالث، فربما أنت شخص حساس ورومانسي تتوق إلى عيش علاقة عاطفية سعيدة. احرص على رسم حدود سليمة، وتذكر بأن تحب نفسك أولا. دال. وإن اخترت الطريق الرابع، فربما تعيش فترة عصيبة والكثير من الضغوطات. في هذه الأثناء طبيعتك الحقيقية تطلب وترنو إلى الراحة والعزلة والاسترخاء. ساعدت أمهات الأصدقاء 3 براين وآرون وهنري أبنائهن في ترتيب أغراضهم ليومهم الدراسي الأول. انظر إلى الطلاب 3، من الأم الأكثر غفلة من بينهن؟ يحمل هنري صندوق طعام مليء بالطعام المنزلي اللذيذ، ويحمل براين كتابا عليه ملاحظة أحبك أمك، حتماً أمه مهتمة به. بينما يرتدي آرون بلوزة فوق سترته، عدا على أن جواربه غير متطابقة وغير مرتبة. كيف تركته أمه يخرج بهذا الشكل؟
استيقظت جيما لتجد نفسها في قلعة غامضة، فتجولت في أرجاء المكان بحثا عن مخرج، ولكن سرعان ما شعرت الفتاة بالجوع. وعندما وجدت المطبخ رأت على الطاولة 4 أطباق كانت جميعها بمظهر رائع، لكنها لم تكن متأكدة من أنها صالحة للأكل. ساعد جيما في تحديد الطبق الذي لا خطر في تناوله. انظر للحساء جيدا، هل ترى العيون البشرية التي بداخله؟ وعلى شريحة اللحم مادة سامة وتظهر عناكب على البرجر، لكن تبدو المعكرونة آمنة تماما. احتفل روب وجيسيكا بشهر العسل على متن سفينة سياحية فاخرة، لكن فجأة تغير الطقس وتعرضت السفينة لعاصفة هائجة. وجد روب زوجته فاقدة للوعي في غرفتهما، كانت الخزنة مفتوحة واختفت كل الأموال والمجوهرات. أخبرت جيسيكا روب أنها تعرضت لضربة على رأسها أثناء العاصفة وفقدت الوعي. حقق روب في هذه الجريمة برفقة طاقم السفينة، فوجدوا 3 مشتبه بهم. ادعى أليكس أنه كان خلال العاصفة في الحمام لأنه عانى من الغثيان، وقال إريك أنه كان يرفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية فهو لاعب كمال أجسام محترف، وقال توم بأنه كان نائما. كان روب متيقنا من أن 2 يكذبان، من هما؟ وانظر إلى جيسيكا، جيوبها مليئة بالنقود والمجوهرات، ما يعني أنها اشتركت مع إريك في السرقة. 3 ساعات معلقة على الجدار، لكن واحدة منها فقط صحيحة، أي واحدة؟ هناك شبكة عنكبوتية على عقارب الساعات الأولى، هذا يعني أنها لم تتحرك منذ فترة طويلة، لا يمكن أن يكون الوقت الذي تظهره صحيحا. كتبت بعض أرقام الساعة 2 بترتيب خاطئ، تم تبديل 12 و9، لكن الساعة 3 تبدو صحيحة. دعت كيلي صديقاتها إلى حفل مبيت، لكن واحدة منهن سارقة، من هي؟ تختبئ السارقة أسفل السرير. غادر الأستاذ هارولد مكتبه حوالي الساعة 9 مساء، وانهمرت عليه الأمطار الغزيرة أثناء عودته إلى المنزل، فقد أمطرت طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي تأخر الأستاذ هارولد عن العمل بسبب الازدحام المروري، وعندما وصل أخيرا إلى مكتبه اكتشف أن شخصا كسر القفل ولطخ الجدران. استجوب الرجل 4 مشتبه بهم كانوا قد رسبوا في أحد الاختبارات مؤخرا. قالت جيني أنها كانت تمارس اليوغا وخلدت للنوم باكرا، وأمنع ريك المساء في صالة الألعاب الرياضية، وكانت ليلي تتجول برفقة صديقها في المنتزه وتحطخ في نجوم، وكانت فيكي تعمل في وردية مسائية في السينما. من الكاذب من بينهم؟ إنها ليلي، كان الجو مطرا طوال الليل ولا يمكنها رؤية النجوم في المنتزه. انظر لهذه الصورة، هل يمكنك تحديد زهرة مختلفة؟ إنها الزهرة الصغيرة على الزاوية اليسرى. كانت هناك 4 متسابقات على لقب ملكة الجمال يتحضرن للأداء الأخير، وفجأة اكتشفت هيلين أن شخصا دمر فستانها الذي سترتديه في المساء، فقامت هيلين باستجواب الفتيات الأخريات. قالت كورتني إنها كانت تضع مكياجها، ويمكن لخبير الأزياء تأكيد ذلك. كانت جينيفر مشغولة في التحدث إلى الصحافة، وكانت كيلي تلتقط صورا لنشرها على إنستغرام. من التي دمرت فستان هيلين؟ إنها جينيفر، انظروا لشعرها، تخفي بداخله مقصا. ذهب الوالدان إلى الريف وترك ابنهما جيم في المنزل برفقة كلبه تشاك. وفي ليلة جمعة قرر جيم إقامة حفل دعا إليه 3 من أصدقائه. بدأ تشاك ينبح على الضيوف، لذا حبس جيم الكلب في غرفة والديه. وبعد نصف ساعة قرر جيم تفقد حيوانه الأليف، لكنه عندما فتح الباب اكتشف أن الكلب اختفى رغم إغلاقه لجميع النوافذ.
استجوب جيم كل الضيوف. كان روب يلعب بألعاب الفيديو، وكانت نورا تسجل رقصة تيك توك في غرفة المعيشة، وكان دان يعد الطعام في المطبخ برفقة جيم. من سرق الكلب؟ قام والدات جيم بتنفيذ مقلب عليه. أترون؟ إنهما مختبئان خلف الأشجار ومعهما الكلب. ألقي نظرة على هذه الصورة، هل ترى لصن؟ إنه يختبئ خلف الشجرة. انظروا إلى هذه القرود، ثلاثة منها تختلف عن البقية، هل تراها؟ يحمل هذا القرد صغيرة، وهذا القرد يخفي موزة، وهذا القرد ينظر في الاتجاه المعاكس. تلقت الممرضة زوي رسالة مجهولة تزعم أن مصاص دماء اقتحم المستشفى. أثناء تفتيش الأجنحة، قابلت زوي ثلاثة أشخاص في الصالة، جولي وسام وديبي. ساعدوا زوي في تحديد مصاص الدماء الحقيقي من بينهم. تدع ديبي أحمر الشفاه لأنها أتت لزيارة حبيبها سام. انظروا، إنهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض سرا. ولدى سام أيضا أثار أحمر الشفاه الذي تضعه ديبي على وجهه ورقبته، بينما تحمل جولي حقيبة ظهر ضخمة عليها بقعة حمراء، لابد أنها سرقت بعض الدم المتبرع به. انظر للصورة، من سيتمكن من الهرب من السجن؟ السجين الأول، القفل مفتوح في زنزانته، بينما لم يتمكن السجين الثاني من فك القفل بعد. انظروا لهذه السيدة جيدا، بينهن سارقة، هل يمكنك تحديدها؟ إنها ثالث امرأة، فهي تحمل هاتف السيدة الرابعة، صورتها مطبوعة على حافظة الهاتف. لطالما حلمت نانسي بزيارة معرض فنانها المفضل. عندما وصل المعرض أخيرا إلى بلدتها، اتصلت نانسي بثلاثة من صديقاتها لدعوتهن لمرافقتها، لكنهن رفضن جميعا. قالت ويندي إنها ستذهب إلى حفل موسيقى اشترت له التذاكر. قالت شانون بأنها مريضة ولا تريد مغادرة المنزل، وكان على فيكي استحب أختها إلى درس تعليم الرقص. انزعجت نانسي وقررت تأجيل زيارتها للمتحف إلى اليوم التالي. بعد بضع ساعات بحثت نانسي في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لصديقاتها وغضبت بشدة. لقد كذبت عليها إحداهن، من الكاذبة؟ إنها شانون، فهي تظهر في صورة ويندي في الحفل الموسيقي. في الصباح وصلت الدكتورة جيل إلى المستشفى وتوجهت إلى القسم للقاء المرضى الجدد. عندما رأتهم جيل، أدركت على الفور أن أحدهم مخادع. من هو؟ إنها المريضة الأولى، لون شعرها في الصورة مختلف عن لونها الطبيعي. طلب من المحقق دانيال الحضور إلى أحد الفنادق، وقعت سرقة في أفخم غرفة هناك. فحص المحقق الصور التي التقطتها الكاميرات الأمنية، لكنه لم يلاحظ أي شيء مريب، لذا قام باستجواب نزلاء الفندق. أخرجت كارين تذكرة وقالت بأنها زارت الأوبرا في الليلة السابقة. كانت جين متعبة جدا، لذا عادت إلى منزلها ونمت، بينما أمضى هارولد المساء بجوار المسبح ولم يلاحظ أي شيء مريب. هل يمكنك مساعدة المحقق دانيال في التعرف على السارق؟ كانت جين نزيلة في الفندق، فلماذا ذهبت للمنزل لتنام؟ كانت ليلة الهالوين، وكانت جوي تجهز منزلها للاحتفال. فجأة قرع عدة أشخاص يرتدون أزياء مخيفة جرس بابها وصرخوا، مقلب أم حلوى؟ ذهبت جوي إلى المطبخ وفتحت الثلاجة، فاكتشفت أن جميع الحلويات المجهزة للضيوف المفاجئين قد اختفت. قالت بيث إنها كانت تستحم، وكانت ماري في الخارج تشتري زينة لحفلة عيد ميلاد، وانشغلت إريكا بمشاهدة فيديو تعليمي عن مكياج الهالوين. أي شقيقاتها أخذت الحلوى؟
إنها ماري، قالت إنها اشترت زينة عيد ميلاد لكنه وقت الهالوين. عاد بيتر إلى المنزل في منتصف اليوم من عمله لأنه ترك هاتفه في المنزل، وفي غرفة المعيشة رأى زميله في السكن براين على الأريكة فاقدا للوعي. كان المسعف يقف بجانبه وقال بأن براين قد تسمم، لحسن الحظ تمكن من طلب سيارة الإسعاف قبل أن يغمى عليه. أخذ بيتر هاتفه واتصل بالشرطة على الفور، قال أن هناك مسعف محتال اقتحم المنزل وسمم صديقه. كيف عرف بيتر ذلك؟ يوجد أمام المنزل سيارة واحدة فقط، وهي ليست سيارة إسعاف. في عيد ميلاده 50 تلقى جيرارد مكالمة غريبة من زوجته السابقة ديبي. كانا يتواعدان في الجامعة عندما كان جيرارد في 24 من عمره. اعترفت ديبي بأن لديها ابنة فيكي. في عيد ميلادها 25 عرفت فيكي الحقيقة عن والدها الحقيقي وهربت من المنزل. وعد جيرارد ديبي بالعثور على فيكي وعين محققا لذلك. في الأسبوع التالي أحضر المحقق 3 شابات إلى منزل جيرارد. ساعد الرجل في التعرف على ابنته الحقيقية. إنها الفتاة الثالثة، شعرها أحمر مثل جيرالد وعيونها رمادية مثل ديبي. جاء والتر لزيارة صديقته بيكي في العمل، كانت بائعة قهوة في مركز بحث علمي. عندما دخل والتر المقهى رأى نسختان من بيكي تتشاجران مع بعضهما البعض. عندما رأتا الرجل صرخت كل منهما: اطردوها، إنها نسختي الشريرة. ساعد والتر في التعرف على بيكي الحقيقية. ألقي نظرة على شعار المقهى، يبدو الشعار الذي على زي الفتاة التي تقف على اليسار غريبا، حتما هي الفتاة المستنسخة. فازت جينيفر في مسابقة هامة، وجاءت امرأتان لتهنئتها. ادعت كل منهما أنها والدتها، من أمها الحقيقية؟ رغم أن المرأة على اليمين تملك نفس لون شعر جينيفر، إلا أن المرأة على اليسار هي والدتها الحقيقية. الأم وطفلتها تتشاركان الشامة ذاتها على خديهما، ويظهر عليها الفخر بابنتها فعلا. انظر لهذه الصورة لمجموعة من الأشخاص يستجمون في المتنزه. أحدهم أتى للتو من الماضي بآلة الزمن، من هو؟ هذا الرجل الجالس على المقعد، رداؤه قديم. رسب توم في الاختبار، واستدعته السيدة أندرسون إلى مكتبها للتحدث في الأمر. ما الخطأ هنا؟ مفصل الباب على الجانب الخطأ منه. دخلت السيدة ويلسون الفصل الدراسي ولاحظت أن أحدهم رسم كاريكاتيرا لها على السبورة. استجوبت المعلمة طالبها بوبي وعامل النظافة جاك وزميلها توم، لكنهم ادعوا عدم قيامهم بذلك. من الكاذب؟ إنه توم، إذ يمسك بقطعة الطباشير، وهو الوحيد الطويل بما يكفي لرسم الصورة. ما الخطأ في الصورة؟ إنهم يلعبون كرة السلة بكرة القدم. سقط لوك عن دراجته وفقد ذاكرته. انظر إلى الصورة جيدا وساعده في معرفة والده الحقيقي. رغم أن تصفيفة شعر لوك كتصفيفة الرجل الثاني ومظهره كمظهر الرجل الأول، إلا أن والده الحقيقي هو الرجل الثالث لاشتراكهما في لون الشعر والنمش. من منهن لا تعمل مدرسة للفنون؟ ملابس السيدة الأولى ملطخة بالألوان، وترتدي السيدة الثانية أساور جميلة يدوية الصنع، وتحمل حقيبة كبيرة من المستلزمات الفنية. ترتدي المرأة الثالثة الكعب العالي ومعطفا أبيض، بينما ترتدي السيدة الرابعة حذاء رياضيا وطوقا للشعر.
لا علاقة للمرأة الثالثة بالفن إطلاقا. لو تمعنت بها جيدا ستجد أن معطفها الأبيض رداء طبي. تقضي سارة وجيك وقتا ممتعا في منتجع فاخر بعد مؤتمر عمل مرهق، لكن ما الخطأ هنا؟ الماء في البركة متجمد. وما الخطأ في هذه الصورة؟ على عكس انعكاس صورتها في المرآة لا ترتدي في الواقع أي قلادة. لنتحقق معا من قوتك السحرية، لا تنسى أن تعد نقاطك. ألف، ما الوقت المفضل لديك من اليوم؟ الصباح، المساء، الليل، بعد الظهر؟ لا يمكنني الاختيار. باء، ما هي القوة الخارقة التي تفضل امتلاكها؟ الانتقال الفوري، السرعة الفائقة، التخاطر، القوة الفائقة، الرؤية بالأشعة السينية. جيم، تهانينا، حصلت عليها الآن، ولكن مع القوة العظمى تأتي مسؤولية كبيرة. كيف ستستخدمها؟ الزواج ممن أحب، السيطرة على الأرض، الثراء، أن تكون ناسكا في الصحراء، إنقاذ الناس. دال، كيف ستتعامل مع الآخرين؟ باحترام وحيادية. لا أتخيل حياتي بدون أصدقائي. أنا لا أحب الآخرين، أنا انطوائي قليلا، أستمتع بصحبة الآخرين. ها، ما هو لونك المفضل؟ الأسود، الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأرجواني. واو، يحتاج أحد السحرة إلى بلورة. اختر البلورة التي تعجبك أكثر. الياقوت الأحمر، الجمشت الأرجواني، الماسة البيضاء، الأوبال بألوان قوس قزح، العقيق الأسود. زين، ما هو مصدر إلهامك؟ الحب، المنافسة، الفن، الطبيعة، الألعاب. أي هذه الجمل تمثلك؟ أريد أن أكون مشهورا، أنا ذكي جدا، أبتعد عن الدراما، أريد سعادة الجميع، سأفعل أي شيء للفوز. والآن احسب نقاطك واكتشف قوتك السحرية. 8 إلى 14 نقطة. التحريك العقلي، القدرة على تحريك الأشياء والتلاعب بها. 15 إلى 20 نقطة، سحر العناصر، يمكنك التحكم في النار والماء والهواء والتراب. 21 إلى 26 نقطة، سحر الحب، لديك القدرة على جمع الأزواج المناسبين لبعضهم البعض. 27 إلى 33، التنويم المغناطيسي، يمكنك القيام بأوهام بصرية مقنعة جدا. 34 إلى 40 نقطة، الشفاء، تشفي طاقتك الأجساد والقلوب. انظر إلى الصورة جيدا، هل يمكنك رؤية السيارة القادمة من زمن مختلف؟
ها هي هنا. انظر إلى الصورة، برأيك ماذا يحدث؟ من الكاذب؟ إذا اخترت الخيار ألف فأنت على الأرجح تتمتع باستقلالية كبيرة وتفضل عدم طلب المساعدة من الآخرين حتى عندما تحتاجها. وإذا اخترت الخيار باء فإن عائلتك هي أهم شيء بالنسبة لك، وتختار الاهتمام بالآخرين حتى لو كانوا مخطئين. ذهبت جيما إلى أحد المطاعم مع خطيبها مايك. بعد فترة وجيزة من الانتهاء من تناول وجبة لذيذة، شعر مايك بالإعياء. استدعت جيما سيارة الإسعاف والشرطة، واستجوب المحقق موظفي المطعم. قالت النادلة إنها لم تلمس الطعام، وأخذت الطلب وأرسلته إلى الطاهي. وقالت موظفة غسل الأطباق إنها تغسل الأطباق دائما بصابون عالي الجودة. وقال الطاهي إنه أعد الوجبة وفق الطلب. من الكاذب؟ إنه الطاهي، انظر لخزانته ووشمه، إنه حبيب جيم السابق، لقد سمم مايك بدافع الغيرة. يعمل ويل في أحد المقاهي، وذات يوم أتت زوجته ديانا لزيارته. أي هذه الفتيات هي زوجته الحقيقية؟ زوجة ويل هي المرأة التي على اليمين، وشمها مشابه للذي على رقبة زوجها. الفتاتان الأخريان زبونتان عاديتان بأسماء متشابهة. ذهب جورج وابنته ميا في نزهة بعد أن كانا بعيدين عن بعضهما البعض لعام كامل. انظر جيدا إلى هؤلاء الأشخاص الستة، أيهم الأب وابنته؟ ها هما. أعاد العالم المجنون فريد إحياء مومياء عن غير قصد. هربت المومياء من المتحف ولحق بها فريد. انظر إلى هذه الصورة، هل يمكنك مساعدته في العثور على المومياء؟ إنها هناك خلف كشك الآيس كريم. يحلم جورج بالتعرف على فتاة، لذا نزل تطبيقا للمواعدة ولفتت انتباهه ثلاث فتيات. ليلي فنانة تحب الطبخ والسفر، ولديها قطة لطيفة. جين معلمة يوغا ونباتية تخاف المرتفعات وتحب الأفلام القديمة. نانسي معلمة تحب القراءة والرقص، وغالبا ما تتنزه برفقة الأصدقاء. أي هذه الحسابات مزيف؟ إنه حساب جين. إذا كانت تخشى المرتفعات فلماذا تجلس على سطح في إحدى صورها؟ شكت لايزا بأن زوجها دان يكذب عليها وقررت ملاحقته. بدلا من أن يخرج برفقة أصدقائه، قضى دان المساء مع امرأة غريبة في أحد المطاعم. لم تستطع لايزا رؤية وجه المرأة، لكنها رأت ربطة شعرها الأرجوانية وشعرها الأحمر. عندما غادر دان دخلت لايزا المطعم. أرادت التحدث إلى المرأة، لكنها رأت ثلاث سيدات بربطات شعر متطابقة. أيهن تناولت العشاء مع دان؟ إنها السيدة التي تميل ربطتها لليمين وبدون بروز للشعر. تلقى ستيفن رسالة مجهولة مفادها أن بعض الرجال يخططون لسرقة منزله خلال حفل عيد ميلاده. ألقي نظرة على الضيوف، من اللص من بينهم؟ إنها المرأة على اليسار، انظر إلى أذنيها، إنها تضع سماعات وتتحدث إلى شخص ما، كما أنها تضع شعرا مستعارا. انظر إلى هؤلاء المحاربين القدامى، هل ترى أي شيء مريب؟ يرتدي هذا الرجل الضخم حذاء رياضيا وهذه الأحذية من عصر مختلف.
هل يمكنك اكتشاف الفضائي بين زبائن هذا المقهى؟ يختبئ الفضائي داخل حقيبة هذه المرأة. وصلت إيفا إلى مزرعة جدتها ورأت في الخارج شيئاً في غاية الغرابة. هل يمكنك اكتشاف الخطأ هنا؟ انظر للبقع على جسم البقرة، إنها فراشات. قضى تيم وكلير وقتاً طويلاً في التخطيط لحفل زفافهما لأنهما يريدان كل شيء مثالياً، وأخيراً تحقق حلمهما وتزوجا. لكن هناك خطأ في هذه الصورة، ما هو؟ انظر للكيكة، إنها لحفل عيد الميلاد وليست لحفل زفاف. غادرت أوليفيا المتجر، لكنها عادت بعد قليل لأنها نسيت محفظتها. لسوء الحظ كانت المحفظة قد اختفت بالفعل. عندما وصلت الشرطة استجوبت ثلاثة مشتبه بهم. قالت أمينة الصندوق سيلفيا أنها لم ترى المحفظة بعد أن دفعت أوليفيا. وقال بن وهو طيار إنه لم يرى المحفظة لأنه ترك نظارته في المنزل. وقالت المديرة جيل أنها كانت في جزء آخر من المتجر ولم تلاحظ أي شيء مريب. من سرق المحفظة؟ إنه بن، يبدو أنه لا يرى جيدا بدون نظارته، لذا لا يمكن أن يكون طيارا. ما الذي دفعه للكذب بشأن وظيفته؟ دخل بيلي ووالدته متجرا للحيوانات الأليفة لاختيار جرو، لكن بيلي لاحظ شيئا غريبا على الفور. هل يمكنك اكتشاف الخطأ هنا؟ هناك طاووس في أحد الأقفاص،